بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، كنت أظن أن هذا اليوم سيكون يوما معتادا من أيام رحلتنا الإغاثية إلى كمبوديا بأقصى مشرق آسيا، ولكنه لم يكن كذلك أبدا. بدأ اليوم بالتنقل في الغابات وبين القرى، وكان هدفنا إحدى الغابات التي توجد فيها قرية مسلمة. وفي هذا اليوم أخبروني عن امرأة كبيرة في السن مريضة في بيتها، وهذا يحدث لنا كثيرا، نجد كبار في السن فنزورهم ونخفف عنهم. ولكن هذه السيدة كانت حالتها مختلفة، لم أرى بيتا، لقد كان كوخا من قش وسعف النخيل، ولا يصلح لسكن الحيوانات أكرمكم الله، فضلا عن أن تسكنه امرأة كبيرة في السن. دخلت الكوخ بعد الاستئذان والسلام، فتفاجأت أن أول شيء أظهرته لنا هذه العجوز هو دمعتها، ردت السلام بالبكاء، ثم أخذت تشتكي من ألم في يدها، والذي وجدنا فيما بعد أنه شلل بسبب جلطة أصابتها في الدماغ. عندما نظرت إليها رأيت في عينيها كما عظيما من الحزن، ما أظن أنه فقط من أجل المرض، لا بد من وجود سبب آخر. أول شيء فعلته أني تركت عيني تتجول في الكوخ، تقريبا لا يوجد شيء، السقف مخرم ومليء بالحشرات، وعند هطول الأمطار فإن الماء يخر منه، وهي تجلس على لوح كبير هو فراشها وهو مجلسها وهو أثاثها، إنها لا تكاد تملك شيئا في هذا البيت إلا أدوات قليلة. ولكنه لم يكن أصعب شيء في المكان، فإن أقسى ما في الكوخ كانت الوحدة، هذه العجوز كانت وحيدة وبشكل صعب جدا، فما الذي يصبرها بلا جليس ولا عائلة؟ على الأقل إنها تحتاج مساعدة، إنها مريضة. سبحان الله، عندما تنظر إليك فهي تشتكي بلا كلام، ولكني لم أعرف بالضبط ماذا تريد. عموما المترجم قال إنها تشتكي من ألم في يدها، وأنا أحس أنه يوجد شيء آخر، ولكني تصرفت بناء على حسب ما سمعت. ولما بدأنا بالبحث عن مرافق يذهب معها للمستشفى، بدأ يتكشف لدينا اللغز. سألت عن ابنها فلم تجب الأم. هل لديك ابن؟ نعم. أين هو؟ لم تجب. لا أستطيع أن أخذها لوحدها، لابد من مرافق يساعدها. سألت جيرانها، يا جماعة أين الابن؟ فأخبروني أن هذا هو بيت الابن، فإذا هو منزل كبير ملاصق لعش الأم، مبني من دورين، وأمامه سيارة ودراجات نارية، وأمامه مزرعة وأبقار. الرجل بالنسبة لأهل القرية غني. أنا أصبت بصدمة لم أكن أتوقع. الصدمة الأخرى التي أصبت بها أنني اكتشفت أنه يضع بينه وبين أمه سياجا شائكا يمنعها من الوصول إليه، وتقول أنه لم يزرها منذ مدة لم يعرف عنها، وهي مريضة تطلب منا أن نذهب بها إلى المستشفى، تريد منا أن نأخذها، وهو يتركها ولا حتى يزورها. أنا سأحاول أن أصل إليه، يعني لعلي أستطيع أن أحاول أن أقنعه أن يبر أمه لكي ينجو هو. والله أخاف عليه، والله أخاف عليه، ما أدري ماذا سيفعل الله به. وأنا أريد أن أعالج هذه العجوز المسكينة، ولكني كنت محتارا بين خيارين اثنين، إما أن أنصح الابن لعله أن يتوب ويعتني بأمه، وإما أن أذهب بها إلى المستشفى وأترك الابن لكي لا أضيع الوقت. طبعا نحن لا ندري متى ستتضاعف آثار الجلطة، فقررت أن أذهب بها إلى المستشفى، ولكن نظرتها الحزينة منعتني من ترك ابنها بلا محاولة. لم أستطع، لقد جاءني إحساس قوي يدعوني للذهاب إلى منزل الابن وطرق الباب عليه، مع عدم معرفتنا بردة فعله التي لا يمكن التنبؤ بها. فمن كان هكذا فعله مع أمه التي ولدته، فكيف سيفعل مع من سينصحونه وربما يعاتبونه؟ قد يرى ذلك تدخلا في حياته، وما الذي يضمن لنا أنه لن يعتدي علينا؟ السلاح منتشر هناك وقد يحدث أي شيء. استعنا بالله وطرقنا الباب، وأول ردة فعل ظهرت علي هي الانبهار من أشكالنا، لباسنا، لغتنا. لقد صعق بعرب يراهم لأول مرة في القرية، ربما رأهم في التلفاز، لكن أن يظهروا في بيته فهذا غير طبيعي. وجهه كان مندهشا لدرجة أنه ما أكمل لبس ثيابه أصلا، هو جاء إلينا. أخذت أكلمه وأطلب منه أن يأتي إليها وأن يراضيها، وهي تنتظر في الكوخ لوحدها. فماذا تظنون ردة فعله كانت عندما كلمته؟ ماذا فعل بنا؟ ماذا فعل بأمه؟ لقد فاجأنا بقبول واستجابة سلسة ما كنت أتوقعها منه. لقد أثلج صدور الحاضرين جميعا بدخوله على أمه بعد طول غياب، ويطلب مسامحتها، وفي النهاية رافقها للمستشفى في العاصمة، وبقيت في المستشفى فترة،
ثم رجعوا إلى قريتهم، وبعد استكمال العلاج من الجلطة التي أصيبت بها كان يعتني بها في مكانها بعد رجوعها من المستشفى. وقد حاول الابن معها أن تسكن معه في بيته ولكنها رفضت وأصرت على البقاء في كوخها، ولم تخبر الابن بالسبب. ولكني سألتها في غياب الابن عن السبب، فقالت إنها لا تريد أن تكون مع زوجتي لأنها تؤذيها ويكفيها أن ابنها يزورها في كوخها. فقام الابن بترميم الكوخ حتى لا يخر السقف بالماء، ومن أجمل الأشياء أنه أصبح يهتم بأدق التفاصيل حتى أنه يؤكلها بيده ويشربها بيده، وابتساماتها تتوالى. والحمد لله، الحمد لله الذي شرح صدره للهداية. والله لقد فرحنا لفرحة الأم التي رجعت لها ابتساماتها بعد طول غياب. فأرجو من كل من لديه أم على قيد الحياة أن يرسم ابتسامتها اليوم قبل الغد، الآن قبل أن يأتي يوم تتمنى ابتسامتها فلا تجدها. الابن إذا ذهب قد يولد لك غيره، والزوجة تجد مكانها زوجة أخرى، لكن من يأتيك بأم أخرى تعطيك حنانا لا يساوي حنان أي أنثى أخرى، وتدعو لك أكثر من أي إنسان آخر. حب الأم مختلف، حب الأم له طعم آخر، المشكلة أنه لا يمكن تعويضه، هي أفضل أبواب الجنة. كم من إنسان يتمنى الآن أن يرى أمه ولا يستطيع، وأنت تستطيع ولا تذهب إليها؟ اتق الله فيها، فوالله إنها لا تستحق منك ذلك. ألا ترى أننا أحيانا نتكلم مع الإنسان الذي نراه لأول مرة بأسلوب أجمل بكثير من الأسلوب الجاف البارد مع الأم التي عاشت معنا أجمل أيام حياتنا؟ يكفي الصوت الذي نرفعه عليها ثم ننتظر بر أبنائنا؟ كيف يمكن ذلك؟ اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحم من مات منهم واحفظ من بقي منهم، واجعل الملتقى معهم في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.